من ناحية يعني البحث عن الثغرات الموجودة أو الدراسة، احنا الحين لأن عندنا فقرة أول شيء في الدوافع قالها نفس ما قلناها وقالها الدكتور، بعدين عندنا احنا شلون نقدر نعرف ان في هجوم علينا. وفي كثير من الأحيان خبراء المعلومات يقول لك انت ترى يمكن يعني إذا ما اخترقت انت ستخترق، او يمكن ان الهاكر قاعد عندك حاليا يجمع معلومات. يعني صحيح. اخر شيء سمعته الايام على الرانسوير اللي هي الفديه، شو يسوي؟ يقعد في النتورك عندك لين يحصل حتى بوليصه التامين مال التامين الامن السيبراني، يشوف كم العقد مالك مال التعويض مثلا 6 مليون دولار، يسوون لك رانسوير يعني يشفر معلوماتك ويرسل لك ايميل يقول لك انا عارف انك مامن مع الشركه الفلانيه ب 6 مليون، بس انت اعلن كشركة اعلن انك اخترقت و6 مليون بتدفعها شركة التأمين. مضبوط لهالدرجة صحيح صاروا يعني تماما. سوفيستيكيت، وصار احيانا يضغط عليك مثلا يجمع المعلومات ويطرش حق زباينك تمام ترى الشركة الفلانية تم اختراقها، يحاول انه ياخذ منك يعني يضغط عليك. يضغط يعني عليك. نعم اي بالضبط، هاي الشكل القديم الصورة مالت باتيا نوت باتايا او الثاني وانا كراي، يعني الحين تعدوها انه يحط لك ريدمي فايل ملف صغير في الكمبيوتر تقرا تعرف انك صار لك هاك، فانت قاعد تدور حتى ما تدري انه صار عليك رانسوم وير، لما توصل خلاص يعني يكون طاح الفاس في الراس